السلام عليكم، انا دكتور اسراء جمعه، جامعه القاهره، طب الفم والاسنان 2009، ام جي دي اف ام اف دي. النهارده اكلمكم على زمالات البريطانيه والايرلنديه بصفه عامه. انت كدكتور اسنان، ايه اللي تعرفه عن الزمالات البريطانيه؟ ازاي تقدم لها؟ ازاي تعدي الامتحان؟ كل ده هكلمكم عنه. في زمالات عامه وزمالات متخصصه. بالنسبه للزمالات العامه، في زماله ام جي دي اف ودي من بريطانيا لندن، ام اف دي اس ودي زماله اسكتلندا من ادنبرا، ام اف دي ودي زماله ايرلندا من جامعه دبلن. الزمالة العامة جزئين، بارت 1 وده بيتعمل في مصر، بارت 2 وده في منه انواع بتنزل في مصر زي الام اف دي اس والام جي دي اف، وانواع تانية بره مصر. بارت 1 ده امتحان ام سي كيو بيتكون 150 سؤال، بيتعمل هنا تبعيته للبريتش كاونسل. بارت 2 ده بيبقى فيه جزء براكتيكال وحاجات شفوي، او في حاجات بتقضيها زي سيناريوز بينك وبين البيشنت، والاكزامينر بيبقى موجود. احسن حاجه في موضوع الزماله ده ان انت تقدر تقدم على بارت 1 وانت في امتياز، يعني وانت لسه بتدرس في امتياز تقدر تدخل بارت 1 وتنجح. بعد سنه من التخرج تقدر تقدم على بارت 2، يعني تقدر تخلص الزماله كلها ممكن في خلال سنتين من التخرج يكون معاك الزماله البريطانيه. اللي يخليني اخد الزماله؟ ليه ما اقدمش ماستر؟ ليه ما اقضيهاش كورسات؟ كلنا بنفكر في كده دلوقتي اول ما بنخلص التخرج. انا الحقيقه لما خدت الزماله عرفت ليه انا لازم اخد الزماله، ولازم اقول للناس التانية ليه تاخد الزماله. اول حاجه، الزماله من الحاجات القليله جدا اللي بتقوي الجانب اللي كلنا ضعيفين فيه في التخرج، الميديكال. انت دكتور مش دنتست وبس. يعني ايه انا دكتور؟ لكن انت تخيلوا مثلا ان منظمه الصحه العالميه شافت ان دكتور الاسنان فشل في ان هو يقلل الاورال كانسرز، طلبوا من الدكاتره الجي بيز او الميديكال براكتيشنر التانيين هم يبقوا مسؤولين عن الموضوع ده، ودي كارثه، لان احنا مفروض نبقى مسؤولين عن الايرلي ديتكشن اوف الاورال كانسر. ليه احنا فقدنا الخاصيه دي؟ لان احنا كلنا بلا استثناء بنتخرج ضعاف في الميديكال. جانب الميديكال اللي كلنا فيه مش عارفين دراجز العين بياخدها، بيجي لي عيان بمسك العلبه اللي في ايده بقول له ايه دي يا عم الحاج، ما بقاش عارفها، ما بقاش عارف اتعامل معاها. ده جانب الزماله هتفرق معاك فيه جدا، هتبتدي تعرف كل الميديكال امرجنسي، كل الحالات الصعبه والميديكالي كومبرومايزد بيشنت، تعرف ازاي تتعامل معاهم في عيادتك، ودي حاجه طبعا كريتيكال. انا اول مره اتعلمت ان انا ادور على حاجه وادور على الافيدنس بيست، وان انا ابقى ابديتد في الزماله، اني اعمل سيرش على المعلومه صح، اني اتاكد من معلومتي، اني اذاكر تبعا لجايد لاينز في الزماله. الكلينيكال ساينس اللي كلنا بصفه عامه برضو بنبقى لسه مش عارفين نتخصص ايه، ندرس ايه، انا بفهم ايه، انا بحب ايه، الزماله هتوضح لك ده جدا. حاجه زي الاورثو كان علم ما وراء الطبيعه بالنسبه لينا واحنا متخرجين. انا اول مره فهمت الدايجنوزس وفهمت السيفالو والعلم ده كله في الزماله. احنا في ماستر دنتال سوسايتي ام دي اس عاملين لكم مراجعات للزمالات، زماله ام جي دي اف بارت 1. هنعمل لكم 12 محاضره، محاضرتين في الاسبوع، تقدروا تشوفوها على قناتنا على اليوتيوب. هنحل لكم فيها كل الاسئله الخاصه ببارت 1، هنقول لكم كل الهوت توبكس، تذاكر ازاي، تعمل ايه عشان تنجح في ام جي دي اف بارت 1. في ال 12 محاضره دول هنتكلم على السكوب بتاع الزماله، واحنا مقسمه لكم كده تقسيمه ظريفه. في عندنا 5 بيزك ساينس، 5 كلينيكال ساينس، و5 هوت توبكس. الخمسه البيزك ساينس اناتومي، راديولوجي، فارماكولوجي، اورال باثولوجي اند ميديسن، وجنرال ميديسن. الخمسه كلينيكال ساينس فاريو، بيدو، اورثو، ريستوراتيف اند اورال سيرجري. الخمسه الهوت توبكس ميديكال ايمرجنسي، انفكشن كنترول، ايفيدنس بيز اثكس، براكتس مانجمنت. هنعمل لكم ستادي جروب، هننزل فيها كل الاسئله اللي كانت في الامتحانات اللي فاتت، هنحل لكم كمان كل اسئلتكم. استنونا كل جمعه وسبت، وعشان تشوفوا المحاضرات بتاعتنا ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، شير. Thank you.